محتاج انك انت تبقى بتعمل بتختار بس حد عالمي بمعنى كلمة عالمي، وان هو يجي يمسك الفرقة. هتجيب حد يمسك الفرقة، لكن الاخر انت عاوزه ينجح. هل ده هيصبر يشوف الدوري الممتاز ويكتشف المواهب الصغيرة اللي هي اقصاها لازم يبقى 26 او 28 سنة، يعني اقصى لعيب عمره يجب ان يكون في منتخب مصر في المرحله القادمه؟ طبعا يحصل احلال وتجديد، ممكن ناس تكمل معاه كاس الامم اللي جايه من الناس اللي سنها كبير، لكن بعد كاس الامم شكرا باي باي، ما ينفعش تكمل باللي هو 32 سنه او 33 سنه او حتى 31 سنه. انت محتاج حد يكمل معاك لكاس العالم اللي جاي، فمحتاج تعمل تجانس. يبقى اقصى حاجه عندك، سيبنا من حراسة المرمى محمد الشناوي او احمد الشناوي او محمد عواد، لكن مفترض الفرقة ما يبقاش بقى فيها 32 و33 وما الى ذلك. فبالتالي هل خافر اجيري عنده القدرة ان عينه تكتشف مواهب؟ هل عنده القدرة على ان هو يكسب اللعيبة؟ هل عنده القدرة على ان هو يبس فيها الثقة؟ هل جهازه الاجنبي هيقدر يتوافق كاملا بنسبة 100% مع اللاعبين المصريين؟ هل عنده فكرة بثقافتهم؟ هل عنده فكرة بسلوكياتهم؟ ازاي يستنفر داخل في 8-9 مباراة؟ مش في صالحه. انا اتمنى ان اتحاد الكورة يتراجع عن التعاقد مع خافير اجيري، وده بقى حاجة بره المقرر يعني، وبره الرؤية اللي هم عاوزينها، ويختار حسام حسن لان هو الانسب لهذه المرحلة. لما دخل قبل كده كابتن حسام حسن معايا في مداخله هنا يا استاذ ناصر، قال خلوا الكفاءات التدريبيه والفنيه في مصر تقول مين يمسك. مش هجيب يعني، انت دلوقتي جبت حازم امام وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن عصام عبد الفتاح، شيل كابتن عصام عبد الفتاح لان ما هواش كروي قوي. كابتن مجدي وكابتن حازم، كابتن مجدي بيقول لي لا لسه احنا قدامنا كمان مدرب المكسيكي الحالي ومدرب السويدي الحالي، فقدامنا فرصه ان احنا نختار، لكن اللي جاي مكنترول خافير اجيري. طب انت جبته واستقريت عليه، طب يعني هل طب الباقي ده ايه؟ كوموفلاش؟ طب انت جبته يبقى خلاص اعلن ان هو وتمسك بيه، بس الاساس انك هتعمل منتخب جديد. وما زلت بقول كاس العالم انتهى، مفيش لجنه فنيه في اتحاد الكوره، كل المساعدين معاه اجانب كمان يا استاذ ناصر، مفيش لجنه فنيه في اتحاد الكوره ترسم تصور احنا عاوزين ايه من المنتخب، صح. عاوزين ايه من المدير الفني؟ تقعد تتناقش معاه، تحط افكارها. تقرير كوبر فين؟ مفترض يدرس فنيا يعني. الراجل ليه كان مصمم يلعب بالشكل بهذا الشكل؟ ملاحظاته ايه على اللعيبه؟ ملاحظاته ايه على الناس اللي راحت وما شاركتش؟ ملاحظاته ايه على التسيب اللي كان موجود؟ ملاحظاته ايه على جشع اللاعبين اللي كانوا بيعملوا فيديوهات بمبالغ زهيده جدا لمجرد ان في جشع ونهم ورغبه في الحصول على المال ولم يكن هناك حسن تقدير؟ هل تم المحاسبة دي؟ هل طلعت قرارات النهاردة من اتحاد الكورة تقول